يعطيكم العافية، مساء الخير. اسمي أشرف، أنا لجأت لمركز فيزيو وان بسبب إصابة في العصب في اليد اليسرى. كان عندي ما فيها إحساس الإيد وفيها عجز في بعض الحركات، خصوصا في الكف والإبهام، مع يعني متصاحبة مع ألم في الأصابع في التبس، وعجز في العضلات الدقيقة في حركات الأصابع. الحمد لله رب العالمين، بعد 10 جلسات من زيارتي لمركز فيزيو ون صار في تحسن كتير واضح، الحمد لله رب العالمين، بحركة الإيد، بالتخلص من الألم، وهو كان هو المشكلة الرئيسية اللي كنت بعاني منها برافقني طول اليوم. أصبح الآن شبه معدوم، يعني بمجهود الصبايا والمشرفين هون. أخص بالشكر السيدة سارة نسور مع الناس القائمين على المركز. الوضع كثير اختلف والتحسن كثير كان واضح وملحوظ على حركة اليد بعد 10 جلسات. الحمد لله رب العالمين، الأمور تمام. بدي أشكرهم جميعا على مجهودهم، والسر اللي كان في أنهم عرفوا يشخصوا المشكلة ويلاقوا الحل المناسب إلها لحتى يتم العلاج بالشكل المثالي والمناسب. شكرا كثير مرة ثانية، والله يعطيكم ألف عافية.